تواريخنا المصرية العربية عابرة سيناء من طراز ظافر موجودة الآن على قواعد مستعدة للانطلاق بإشارة واحدة إلى أعماق أهل أبو زياد محمد العوضي عشان صباح وذكرى الناس علاء الشرقاوي علاء الشرقاوي علاء الشرقاوي وأهل أبراهيم زكريا وعم صلاح عنوش عشان صباح وذكرى أحلى صباح وأحلى ذكرى لشعب مصر العظيم أبو تريكة محمد عم صلاح والإمارات وأهل أبراهيم زكريا والباشا هاني الكندي أبو إبراهيم شجع مكة الكلمة ونبي الجيوشي عشان ولاد عمنيش ابن عم عريس الليلة بوسط علاك عمنيش باشا مصر عمنيش وبدنيا باشا عمال عمنيش الباشا عبدالله بدر الباشا احمد بدر الباشا محمود الفيدي الباشا مصطفى على ولا يا ولا طحنا ولا اوصال الليل على ولا يا ولا يا بهار صلاح ولا يا ولا ابو تريكه ولا على سته ولا ¡Arriba!
القادر رشيدي. على كده
الناقصة. صنع الله ده بتبقى محمد عبد السلام كل حس الناس عشان ابو فارس عبد الله خالد ابو فارس. خش معاك يلا خش. الوحش محمد عبد السلام يجيب ربابة ربابة بتعيط ربابة ربابة يا حمد يا رب سر النبي محمد وانت قاعد يلا سمعنا الشفا ده محبتك في رسول الله. احلى ليله احلى يوم فرحه النهارده بمري الزفته جنتلمان عريس الليله البرنس احمد امك. لا لا الا الله بتصب عليك. صنع البلد حديث المدينه يا دكتور محمد عبد السلام بمري الزفته بتصب عليك يا بنت مصر. We'll be right back.
رب شوف ليلة زي الدمعة ترفع عينك فوق، ارفع عينك فوق. ايه القصة؟ أحلى ليلة، أحلى يوم فرحة النهاردة، عروس الليلة، جامع البابا، دكتور محمد عبد السلام، الريس حسام المحلاوي، أبو علي على الكيس، كلمة كل مصر وست الفنان هاني كنت وست الفنان تحت الكرسي، أحلى عمدة، العمدة عماد عبد السلام، يا عمدة في الموضوع النهاردة عشان يكون عندك علم. الناس اللي جاية فرحانة بالحب من الاخر، يا رب تزور النبي محمد وانت قاعد يا سامعنا السادة معبدك رسول الله. طب صلى على النبي، احنا هنقول حاجة قد كده اهو، اللي يخاف من اللي خلقه يقوم يقف للي خلقه من الاخر. يا رب زور النبي محمد اللي هترفع ايدك للنيل فوق، وكلمة السر ايه يا عبد السلام؟ ما تقولش يا ديانا نجوم مصر اللي معانا بالاخر. طول عمرك راجل جدع وتملي ليك اساس، طول عمرك راجل جدع وتملي ليك اساس، واهم حاجه يا عبد السلام هي حب الناس، هي حب الناس، الحب مش فلوس ولا ناس على ناس تدوس، الحب كلمه حلوه بتريح النفوس، الحب كلمة حية بتريح النفوس، الوقت يجيب الخلاصة وبيلعب بالغياصة، الوقت يقول الخلاصة وبيلعب بالغياصة. كان بداية وتعارف أسرة وفريق أو